الله الرحمن الرحيم. هلأ في البداية خلينا أذكركم في الشغلات اللي احنا تناقشنا فيهم خلال المحاضرة الماضية. بدأنا في خلال المحاضرة الماضية والمحاضرة اللي قبلها في الديزاين للبيمز، حكينا بشكل عام الديزاين للبيمز حيكون في كنترول موجود على الديزاين للبيمز له علاقة في حاجة اسمها lateral torsional buckling. اللاترال تورشنال باكلينج بيتشكل بسبب انيشال امبرفكشنز بالنسبه للمومنت، فبيتشكل انه انا في عندي منطقه الكومبريشن زون اللي موجوده في البيمز، اوكي، بصير فيها لاترال باكلينج، فهي بنشأ بسببها زي عمليه زي تورشن، اوكي، فهذا بقلل من قوه المقطع، فهي حكينا هي عباره عن ستابيليتي فيلير ممكن تصير في بعض البيمز. هلا أسوأ كيس ممكن تصير عندنا انه يكون البيم عم بتعرض ليونيفورم مومنت، يعني قيمه المومنت ثابته على البيم من بدايته لنهايته، لانه في هاي الحاله معناها جميع السكشنز حتتعرض لمين؟ لنفس القيمه من اللاترال تورشنال باكلينج، فباختصار فيش حدا يساعد حدا. فجميع الاشتقاقات في الوضع الحالي اللي احنا عم نعملهم هي بناء على اساس انه البيم عم بتعرض ليونيفورم مومنت. فنلخص الصوره، كان عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى إنه ممكن تكون المسافة بين البريسنج بوينت جدا صغيرة أو صفر. حكينا في هاي الحالة البيم حيوصل الفول بلاستيك كاباسيتي اللي موجودة له. أوكي. إذا زادت هاي المسافة شوي صغيرة، حكينا إذا تجاوزت المسافة بين البريسنج ليميت سميناه البلاستيك لينث، حكينا في هاي الحالة حيبدأ يتشكل اللاترال تورشنال باكلينج على البيم في وضع السكشن بيكون في مرحلة إن إلاستيك. شو يعني إن إلاستيك؟ معناها في جزء وصل اليلدينج وقطع اليلدينج، لكن المناطق الويب ما بتكون مالها وصلت اليلدينج، فبيبدأ يتشكل اللاترال تورشنال باكلينج، سميناه إن إلاستيك لاترال تورشنال باكلينج. المرحلة الثالثة إنه تكون المسافة بين البريسنج بوينتس كبيرة، وحكينا بتتجاوز ليميت سميناه ال ار اللي هو عبارة عن سلندر لينث. حكينا في هاي الحالة حيصير انه ستريسز لساته صغيره في المقطع ما وصلت اليلدنج، وبيبدا يتشكل مين اللي هو سميناه اللاترال تورشنال باكلينج، فسميناها خلال هاي المرحله عباره عن الالاستيك لاترال تورشنال باكلينج. فبشكل اساسي حيكون التركيز عندنا على موضوع المسافه بين البريسنج بوينتس، يعني الكنترول حيكون في الديزاين عندنا بالنسبه للديزاين للبيمز هي عباره عن المسافه اللي عباره عن ال بي اللي عباره عن المسافه بين تو البريسنج بوينتس. يعني مثلا الصالة الرياضية لما احنا رحنا عليها في كلية الرياضة كان تقريبا طولها، احنا رحنا على الصالة على المسبح صح؟ اوكي، المسبح تقريبا يمكن 25 متر. سبان لينث اللي موجودة كم؟ يمكن 25 متر. يمكن المسبح 25 متر. هلا المسافة بين الأعمدة هاي اسمها سبان لينث، وهي لها علاقة في رسمة المومنت دايجرام. هلا هاي تختلف تماما عن المسافه بين البريسنج بوينتس اللي انا عم بسميها في الوقت الحالي ال بي اللي عباره عن الامبريس ديستانس. هلا هاي اذا بتتذكروا في الصاله الرياضيه كان في الكروسز اللي موجودين في السقف، ورجيتكم اياها في سلايز بالنسبه لصالات موجوده. هاي تقريبا كانت المسافه في الصاله الرياضيه تقريبا بحدود ال 5 متر، معناها ال بي في هاي الحاله انا بدي اجي اعوضها كم؟ عباره عن 5 متر. تمام. هلا الفانكشن الاساسي حيكون للديزاين، يعني اذا انت اجيت تصمم از ديزاينر اي فرض بتفرضه للامبريس لينث حيطلع معك سكشن، فبالتالي احنا لازم نوازن. شو يعني لازم نوازن؟ كل ما زادت المسافه بين البريسنج بوينت قوه المقطع تقل، فانا بحاجه لسكشن اكبر عشان اعوض الفرقيه اللي موجوده، وكل ما قلت المسافه بين البريسنج بوينت معناها انا بحاجه لسكشن اقل، بنفس الوقت انا بحاجه لكميه بريسنج اكبر، فبدي احاول اوازن. هلا بشكل عام احنا بنميل في السكشنز انه احنا نصممهم على مرحله الان الاستيك لاترال تورشنال باكلينج. ليش بنميل على الان الاستيك لاترال تورشنال باكلينج؟ هلا الفلسفه قائمه على نوعا ما تقدير الكميات، انه انا في الان الاستيك لاترال تورشنال باكلينج باختصار حخسر قيمه الفا اللي فوق الواحد. قيمه الفا اللي هي الشيب فاكتور ايش كانت بتمثل؟ كانت زد على اس، يعني كانت مثلا للريكتانجولر سكشن تطلع معانا 1.5، حكينا معناها 1 من اصل ال 1.5 حصلتهم في مرحله الالاستيك ونص من اصل ال 1.5 في البلاستيك. معناها لو انا استخدمت ريكتانجولر سكشن وصممت على حد الالاستيك يعني على اليلدنج، انا حكون خسرت من قوه المقطع 33%، نص على 1.5. تمام. لكن احنا بشكل عام في ستيل ستراكشرز ما بنستخدم ريكتانجولر سكشن، احنا توجهنا في البيمز لوين؟ للاي سكشنز او ممكن الهولو سكشنز. قيمه الفا اللي عباره عن الشيب فاكتور بتكون تقريبا 1.15،
معناها لو انا قررت اصمم على مرحله الالاستيك اللي هي على الليمت تبع الييلدنج، بدي اكون خسرت 0.15 بالنسبه ل 1.15 صح؟ فانا بكون خسرت مع نسبته تقريبا 13% من قوه المقطع. فتخيل الفرق، بدل ما انا يكون عندي المسافه بين البريسنج بوينتس 2 متر و3 متر، انا بكون زدتها ل 5 متر 6 متر وبكون خسرت كم من قوه المقطع؟ 13%. هذا لو انا وصلت بالضبط لعند اليد. فبالتالي انا بكون وفرت كميه كبيره في البريسنج مقابل ان انا اخسر هاي ال 10% او 12% اللي انا عم بحكي عنها، فبيطلع معي التصميم مور ايكونوميكال. بالاضافه انه انا بدي الشيء يكون نوعا ما منطقي، يعني انا بدي الزاويه تبعت البريسنج بوينت تكون مالها قريبه من ال 45 درجه. ليش بدي اياها قريبه من 45 درجه؟ اذا صارت المسافه هلا احنا بنعرف انه المسافه بين الفريم والفريم اللي بعده 4 متر، حكينا لا الترس البلين ترسز 5 متر او عفوا 4 متر، المسافه بين الفريمز حكينا في الغالب يعني بنحكي عن 5 متر، 5 5 ونص ممكن توصل ل 6 ممكن تكون 4 ونص، ف 5 متر. اذا انا عملت المسافه بين البرايسنج بوينت مترين، معناها الزاويه اللي موجوده الزاويه كبيره. ففي عملية الاناليسز، لانه في انا عندي باكلينج لود حمتصه از دياجونال لود صح؟ ففي هاي العملية بتصير عندي لانها الزاوية كبيرة او الزاوية قليلة، اذا اخذت الزاوية متممة الزاوية بصير عندي مركبة القوة اللي انا بدي اقاومها كبير. فعشان هيك بنحاول قدر الامكان نتعامل مع زوايا بحدود ال 45 درجة عشان مركبات القوة. بنفس الوقت عدد الشبحات اللي موجودة في السقف، معناها عدد الكونكشنز اللي موجودة في السقف بدها تزيد، معناها تكلفة المانيفاكتشرينج اللي موجودة عندي شو بده يصير فيها بدها تزيد. يعني هلا احنا امراي كثير في ستيل ستراكشرز ما بنستخدم ممبرز للبريسنج، بنستخدم كيبل زي ما شفنا في الصالة الرياضية. هلا الكيبلز تكلفتها بتضل اقل شوي صغيرة، بس ما بدي انسى انه انا بدي اعملها كونكشن، ما بدي انسى انه انا بدي بعد ما اعملها كونكشن بدي اشدها. فهاي الامور كلها احنا بناخذها بعين الاعتبار. على العموم تركيزنا الاساس حيكون على المسافه اللي عباره عن الامبرس لينث. انت شو بتفرض امبرس لينث حيطلع معك سكشن، شو بتفرض اي مسافه للامبرس لينث حيطلع معك سكشن. احنا المسافه التيبيكال اللي احنا بنحاول نمشي فيها في الفريمز، التيبيكال فريمز اللي هي تقريبا 25 متر او 30 متر، بنحاول قدر الامكان تكون المسافه 5 متر 4 متر ونص 5 متر ونص. الفلسفه هحكي لكم اياها لما انا امشي شويه صغيره بالنسبه للمسافات اللي هي البلاستيك لينث والسلندر لينث. تمام اوكي. هلا بالنسبه للبلاستيك لينث، فالقيمه حسب as defined by the code is equal to 1.76 ry اللي هو عباره عن الراديوس اوف جايريشن على الواي دايركشن. اوكي هاي طبعا القيمه مضروبه في سكوير روت اوف اي ديفايدد باي اف واي. طبعا هاي الكرايتيريا هي للاي سيكشنز بالاضافه للشانل سيكشنز. هلا لاحظوا انه الامبرس لينث اللي انا عم بحكي عنه هون فانكشن من الراديوس اوف جايريشن على الواي دايركشن. السبب انه انا بدي احط ليميت للامبرس لينث عشان ما يبدا يتشكل عندي باكلينج. هلا الباكلينج في حالات البيمز ما في حاجه اسمها ان بلين باكلينج واوت اوف بلين باكلينج، انا كل الباكلينج ممكن يتشكل في الاوت اوف بلين لانه في الان بلين اسمه ديفليكشن. هلا الاوت اوف بلين هو عباره عن روتيشن على الماينر، على الماينر اكسس هو عباره عن الواي اكسس، فعشان هيك بتلاحظ انه هون شو عم بعوض ار واي. طب هلا بيجي السؤال، لو انا حطيت السكشن اصلا على الواي يعني الاوت اوف بلين اكس، هل بعوض ار اكس؟ لا. اوكي حكينا في هاي الحاله لو احنا حطينا السكشن على الواي دايركشن ما حيتشكل عندي لاترال تورشنال باكلينج في الاكس. يعني باختصار الضعيف ما بهرب باتجاه القوي، بس القوي بحاول يهرب باتجاه الضعيف، بحاول يخفف الاحمال اللي عن حاله، يصير في ستابيليتي بروبلم باتجاه الواي دايركشن. اوكي هلا بالنسبه لمعادله اللي عباره عن الكريتيكال باكلينج لود اللي هي الاستيك كريتيكال باكلينج لود، طبعا بالنسبه لللاترال تورشنال باكلينج، طبعا هاي المعادله في حاله اذا كان الطول المسافه بين البريسنج بوينتس اتجاوزت السلندر لينك اللي هو عباره عن ال ار. اذا بتتذكروا بس عشان اذكركم بشكل سريع، احنا اللي حكيناه كالتالي، في انا عندي الاحتمال الاول تكون المسافه بين البريسنج بوينتس اقل من البلاستيك لينك، وعرفنا البلاستيك لينث هو الماكسيمم لينث اللي انا ممكن اسمح فيه عشان اضمن انه الكروس سيكشن وصل فول ييلدنج. اوكي بعد في عندنا ليميت كان عباره عن ال ار، وال ار هو عباره عن سلندر لينث. عرفنا سلندر لينث على اساس انه
اوكي عرفناه بطريقة عكسية انه هو اقصر طول مسموح فيه على اساس اضمن انه المقطع شو وصل يلي، وحكينا ان بتوين شو حيكون عندي ان الاستيك، حكيت لكم حنعمل فيها عملية انتربوليشن. تمام، فهلا هاي المعادلة هي الالاستيك باكلينج لود، هي اللي انا عم بحكي عنها هون. هاي المعادلة هي عبارة عن باي سكوير اي اي واي ديفايد باي ال بي سكوير مضروبة باي جي جي بلس باي سكوير اي سي دبليو ديفايد باي ال بي. هلا هاي المعادلة هي فعليا عبارة عن شقين، الشق الاول من المعادلة اللي هو موجود هون باي سكوير اي في اي واي ديفايد باي ال بي سكوير مضروب في جي جي، وجي جي هي فعليا عبارة عن التورشنال ستيفنس، صح؟ الجي جي ديفايدد باي ال مش هي عبارة عن التورشنال ستيفنس؟ اذكركم في ميكانيكا المواد كانت عندكم ميكانيكا المواد عندكم معادلة الانجل اوف تويست اللي هي عبارة عن فاي اتس ايكوال تو تي ال ديفايدد باي جي جي، تذكرتوها؟ فانا لو حولت المعادله لمعادله ستيفنس حتصير عباره عن تي اتس ايكوال فانكشن اوف فاي مضروبه في جي جي ديفايدد باي ال. هاي المعادله بتشبه معادله اف اتس ايكوال تو كي باي دلتا او ام اتس ايكوال تو كي باي فاي، اللي معادلات ستيفنس الاصليه اللي موجوده عندنا، انه قيمه اف اتس ايكوال تو كي باي دلتا لما يكون عندي الابلايد هي عباره عن ابلايد فورسز، في المقابل لما تكون عباره عن مومنت او روتيشن، خلينا نحكي مومنت او تورك، فهي الحاله بتعامل مع مومنت بتساوي في انا عندي ستيفنس، هاي مضروبه في كميه الروتيشن اللي موجوده. تمام، فهي هي المعادلات. هلا هاي تي اتس ايكوال تو جي جي ديفايدد باي ال ملتبلاي باي 5، فبتلاحظوا الشق الاول من المعادله اللي موجوده عندي هون باي سكوير اي في اي واي في جي جي ديفايدد باي ال، طبعا ال انا عم بحكي عن الاوت اوف بلين، طبعا طبعا مضروبه كمان مره تربيع في ال لانه هي في لها اشتقاق بالنسبه لل. الشق الثاني من المعادله باي سكوير اي سي دبليو ديفايد باي ال بي سكوير اللي هي عباره عن الوربنج، اخذتوا مصطلح كان عباره عن ووربنج اخذتوه في ميكانيكا المواد. عشان اذكركم شو الووربنج، لما حكيتوا عن التورشن حكيتوا في مقاطع في التورشن بتكون مقاومتها عاليه وفي مقاطع في التورشن مقاومتها مش عاليه، فاعتقد في اكزامبل مر عليكم اللي هو باكيت الدخان او كاروز الدخان، لانه اسهل ممكن تعملوا فيه هاي الحركه، او اللي هم زي المقاطع اللي لهم علاقه في ريكتانجولار هولو سكشن او سكوير هولو سكشن. هلا هاي المقاطع لو احنا جبنا اي مقطع وجبناه حاولت اثني اثر عليه في ابلاي تورك بيتطاوج، صح ولا خطا؟ هلا هي بتمثل نوعا ما المقاومه الوربنج كونستانت اللي عباره عن سي دبليو، المقاومه اللي حتتشكل عندك بالنسبه لمقاومه الدوران اللي هي نوعا ما بنسميها الطاوجه اللي بدها تصير عندنا. هلا في سيركولر سيكشنز او ريكتانجولر هولو سيكشن الرقم عالي، لكن في حاله الاي سيكشن لو انا جبت اي سيكشن وحاولت اعمل عليه ابلاي تورك بتكون مقاومته قليله. السبب انه الاي سيكشن هو عباره عن اوبن سيكشن، صح؟ مش هو سيكشن مفتوح، صح ولا خطا؟ في المقابل الريكتانجولر هولو سيكشن او سكوير هولو سيكشن عباره عن مقاطع مسكره، فالمسار تبع التورشن اللي فيها اللي هو الفلو كبير، يعني الانكلوزد اريا حسب اذا بتتذكر في خرسان 2 اللي انتم اخذتوها، الانكلوزد اريا اللي حتقاوم التورك بالنسبه للريكتانجولر هولو سيكشن او سكوير هولو سيكشن كبيره. فانا هون عم بتعامل مع effective بولر مومنت اوف انرشيا، يعني قيمه جي اللي موجوده عندي في المعادله هي عباره عن effective بولر مومنت اوف انرشيا اللي احنا هون بتلاحظ بنسميها تورشنال كونستانت. هلا التورشن مثلا انتم اخذتوا بولر مومنت اوف انرشيا في statics كانت عباره عن اي اكس بلس اي واي، هلا الافكتيف بولر مومنت اوف انرشيا ما بتساوي اي اكس زائد اي واي لحالها، لا في تيرم ماينس سمثينج. فعشان هيك لو اخذنا الاي سيكشن هتلاحظ انه قيمة جي للاي سيكشن اقل من المومنت اوف انرشيا على الواي اكسس. مرة ثانية، قيمة جي للاي سيكشن اقل من المومنت اوف انرشيا على الواي اكسس. معناها موضوع انه جي بتساوي اي اكس زائد اي واي مش صح، لانه انا هون عم بتعامل مع افكتيف بولر مومنت اوف انرشيا اللي هي حتقاوم. فالكروس سيكشنز عليهم تورك عالي او ممكن يكون عليهم تويستنج عالي ما بنستخدم الاي سيكشنز، بنروح باتجاه الكلوز سيكشنز خلينا نسميهم مثل ريكتانجولر هولو سيكشن او سكوير هولو سيكشن. على العموم سي دبليو عباره عن الوربنج كونستانت، طبعا هذا السيكشن حيكون موجود في الجداول اللي معاكم
بالنسبة للحسابات، أو بعض الشغلات ممكن تروح تجيبوها من ميكانيكا المواد. مرة ثانية بذكركم المعادلة فعليا هي عبارة عن شقين، الشق الأول هي عبارة عن مقاومة السكشن بالنسبة للتورشن، والسكشن والشق الثاني إلى علاقة في الوربينج كونستانت بالنسبة للمقاطع. فهاي المعادلة اللي احنا هنستخدمها بالنسبة لقوة المقطع لما المقطع يتعرض لإلاستيك لاترال تورشنال باكلينج، باختصار لما تكون قيمة الامبريس لينث أعلى من سلندر لينث اللي هو عبارة عن ال ار. هلا فإذا بتلاحظوا هون انه هاي المعادلة فقط في مراحل الإلاستيك، لأنه هو الاعتماد الأساسي في اشتقاق هاي المعادلة كان بناء على الأويلر إيكويشن بالإضافة للباكلينج إيكويشن. طبعا قيمة جي هي عبارة عن الموديولس اوف ريجيديتي أو الشير موديولس، وقيمته هي عبارة ستيل عبارة عن 77 جيجا باسكال أو 79 جيجا باسكال. قيمة اي هي عبارة عن الموديولس اوف إلاستيسيتي. ال بي هي عبارة عن الأمبريس لينث اللي عبارة عن المسافة بين البريسنج، وقيمة اي واي هي عبارة عن المومنت اوف انيرشا على الواي دايركشن، لأنه اللي حيقاوم هو عبارة عن اتجاه الأوت اوف بلين اللي هو عبارة عن الواي دايركشن. هلا بعد وصلنا للسلايد الموجود هون، قسمنا المعادله لثلاث اقسام. المنطقه الاولى هي منطقه الفول بلاستيك، وحكينا في حاله انه الامبريس لينث اقل من البلاستيك لينث حتكون قوه المقطع بتساوي زد اكس باي اف واي اللي عباره عن ام بي. المنطقه الثانيه هي مناطق اذا كان عندي الامبريس لينث اكبر من سلندر لينث ال ار، وحكينا في هاي الحاله حنستخدم معادله اللي عباره عن الكريتيكال باكلينج مومنت اللي هي ام ان او اللي سميناها الام سي ار. الاحتمال الثالث انه احنا نكون ان بتوين، فاجى الكود عرف مناطق الان بتوين از لينير، يعني باختصار فرضنا العلاقه اللي موجوده بين ال بي وال ار هي عباره عن خط لينير، مع انه هي الخط ما بيكون لينير تمام، وعملنا في هاي المنطقه انتربوليشن. فحكينا انه النومينال مومنت كاباسيتي للسكشن خلال هاي المنطقه حيساوي البلاستيك لينث، البلاستيك عفوا مومنت، بدي اطرح منه مقدار تشابه المثلثات اللي موجود هون، اللي عباره عن ام بي ماينس ام ار في ال بي ماينس ال بي على ال ار ماينس ال بي، طبعا هذا عباره عن سلوب للخط. تمام؟ فهي بس عمليه تشابه مثلثات اللي احنا عملناها هون، واجي اعرف الكود انه مراحل الاستيك لما قيمه ال ار بتقابل ام ار اللي عباره عن 0.7 اس اكس في اف واي. فلاحظوا هون الكود ما راح باتجاه قيمة S في FY اللي هي عبارة عن الإلاستيك سكشن مودولس، نزل لتحت الإلاستيك سكشن مودولس بمقدار 30%، فعرف القيمة عبارة عن كم؟ 0.7 SX في FY. يعني باختصار السكشن في هاي المرحلة هو كومبليتلي إلاستيك. احنا حد الإلاستيك بالضبط وين كان؟ عند الييلدينج مومنت. عند الييلدينج مومنت كانت المعادلة بتساوي SX في FY صح؟ هلا الكود وين اجى عرف هاي النقطة؟ على 0.7 SX في F1 وعرفها as elastic lateral torsional buckling. طبعا إلها فلسفة في الكود بالنسبة للانيشال imperfections، وإلها اشتقاق بتعلق في مساقات stability إذا حد في المستقبل كمل دراسات عليا. هلا مرة ثانية احنا كتصميم، هاي هنت يعني ممكن انت تستخدمها ممكن ما تستخدمها، لكن احنا كتصميم بنفضل نصمم على المناطق اللي هون. حد معاه الجداول؟ اوكي خليني بس اورجيكم القيم الموجوده في الجداول ل ال بي وال ار، واحكي لكم هاي المقاطع تقريبا شو تستخدم. بدي افتح على الاي بي اي سيكشنز، الاي بي اي سيكشنز او بدي افتح على اليو بي سيكشنز. اليو بي سيكشنز هم عباره عن البريتش يونيفرسال بيمز، والاي بي اي سيكشنز هم عباره عن اليوروبيان اي بيم سيكشنز. مثلا لو انا رحت على يو بي سيكشن، مثلا لو انا رحت على يو بي 533 في 210 في 82، شو يعني 533 في 210 في 82؟ معناها الدبث تبع الكروس سيكشن تقريبا 533، اوكي عرض اللي هو الفلانج للسيكشن تقريبا 210 ملم، اوكي و 82 هي عباره عن لا وزن المتر او كتلة المتر. اذا بتتذكروا حكيت هدول المقاطع بتعطيني ابعاد جنرال زائد بتعطيني كتلة المتر الواحد، لانه على اساس لو انا احترت بين مقطعين بختار دائما مين. اوكي هلا هاي ال 533 يعني الدفت عبارة عن 50 سنتي تقريبا، 50 سنتي او 53 سنتي على النظام البورتال فريم تقريبا بقدر استخدمها لسبان لينك بحدود 20 متر.
يعني ارتفاع نص متر بقدر استخدم الاسبان لينك تقريبا بحدود ال 20 متر تقريبا، بس على اساس تفهموا الصورة. هلا قيمة ال بي وال ار لهذا المقطع، ال بي وال ار لهذا المقطع في حالة استخدمنا نوع الحديد عبارة عن جريد 36، لانه المعادلة هي فانكشن من قيمة اف 1. المعادلة فانكشن من قيمة اف 1 فهي بتعتمد على نوع الماتيريال. فإذا احنا اخذنا الجريد 36 فبتكون قيمة البلاستيك لينك 220، يعني 2 متر و20 سنتي، وقيمة السلندر لينك عبارة عن 5 متر و80 سنتي. تمام؟ مرة ثانية بس عشان تعرفوا الأرقام، البلاستيك لينك والسلندر لينك كم اللي مثل. هلا لو أنا أجيت صممت على مسافة بين البريسنج بوينتس 5 متر، معناها أنا وين موجود؟ لا. هلا مرة ثانية، أنا بحكي إنه هاي القيمة عبارة عن 220 وهاي القيمة عبارة عن 5 متر و80. لو أنا أجيت فرضت إنه المسافة بين البريسنج بوينتس عبارة عن 5 متر، معناها أنا وين؟ إن إلاس. هلا في الان إلاستيك اللي هاي المنطقة اللي موجودة هون، لما أنا أكون تقريبا عند 5 متر معناها تقريبا أنا عم بوصل الليمت تبع اليلدنج. هذا الليمت اللي هون أقل من اليلدنج بمقدار كم؟ 30%. تمام؟ هلا أنا عم بحكي لما أجي أحكي إنه أنا عند تقريبا 5 متر، معناها أنا تقريبا ممكن 90% من اليلدنج أو تقريبا مع اليلدنج. أوكي، في هاي الحالة في كآي سيكشن إذا أنا صممت على هاي المرحلة بسبب اللاترال تورشنال باكلينج حكون خسرت قيمة ألفا، اللي هي الزيادة اللي هي نسبة الشيب فاكتور اللي بتعطيني إنديكيشن كم النسبة اللي أنا حصلتها في أي مرحلة في الإن إلاستيك سميناها. فأنا بكون خسرت من قوة المقطع تقريبا كم؟ 15%. أوكي 15%. في المقابل لو أنا أجيت أصمم على البلاستيك كان بلزم انه انا تقريبا كل مترين او مترين وعشرين سنتي شو بدي احط؟ بريسنج. معناها انا وفرت في كميه البريسنج من 5 متر لغايه مترين وعشرين، معناها انا وفرت نسبه تقريبا اكثر من 50%. فتخيلوا كميه عمليه التركيب للزياده هاي ال 50% والتكلفه الموجوده لها وتكلفه الكونكشنز الموجوده لها. واضح كيف؟ فانا بدل ما اجي استخدم مقطع مثلا 50 سنتي، خليني استخدم مقطع الدبث اللي له 55 سنتي. هلا بين ال 50 وال 55 انا ما بكبر الفلانج، انا بزيد ارتفاع مين؟ الويب. تكلفه الزياده في الويب كماتيريال صغيره، يعني ارتفاع خلينا نتخيلها مع بعض، البيم طوله 20 متر. البيم طوله 20 متر، انا زدت منه كم؟ 5 سنتي، كم سماكته؟ سنتي؟ يعني مثلا هي هذا المقطع اللي انا عم بحكي عنه اي بي اليو بي 533، سماكه الويب اللي موجوده عندي 9.6 ملم، يعني سنتي. فانا عم بحكي عن سنتي في 5 سنتي في طول مقداره كم؟ كم التكلفه اللي انا زدتها كماتيريال؟ وصلت الفكره؟ فعشان هيك انا بحاول قدر الامكان انه بدي اوازن بين موضوع كميه البريسنج اللي موجوده عندي واوازن بين ايش؟ بين الكروس سكشن اللي موجود. هلا ما بسمح انه يصير عندي دروب في الكباسيتي زي اكزامبل التريسز، لما انا ما حطيتش بريسنج بالمره، يعني لو ضاعفت حجم المقطع ثلاث مرات مش حيحمل، صح؟ اوكي، فانا بدي اوازن، بدي اكبر المقطع شوي صغيره وبدي اقلل البريسنج بنسبه كبيره عشان يطلع معي التكلفه الاجماليه اقل. اوكي، هلا مثلا لو انا رحت على مقطع ثاني مثل دبث اللي له 80 سنتي، 80 سنتي تقريبا زي الصاله الرياضيه، تقريبا كانت بحدود ال 80 سنتي. فمثلا لو رحت على يو بي 838 في 292 في 226، يعني الدبث تبع المقطع نحكي عن 84 سنتي. اوكي، عرض الفلانج للمقطع نحكي عن 292 تقريبا 300 ملم، ووزن المتر الواحد 226 كيلوغرام. طبعا في شغلات بتيجي اخف شوي صغيره. هلا هذا المقطع اللي انا عم بحكي عنه قيمة البلاستيك لينك 3 متر و15 سنتي، يعني مش كثير أفرقت عن مقطع الدبث اللي له 50 ولا 54 سنتي، كانت عبارة عن مترين وعشرين صارت 3 متر و15. سلندر لينك صار عبارة عن 8 متر و40 سنتي. فلما أنا أجي أصمم على أمبريس لينك 5 متر ولا 6 متر، معناه أنا أكيد موصل تقريبا مرحلة اليلدنج، صح؟ بكون خسرت مرة تانية
اللي هي عبارة عن الزيادة اللي هي منطقة الانيلاستيك هاي. ففي المقابل كم بكون وفرت في كمية البريسنج؟ بالضبط تقريبا الضعف. فتقريبا معظم المقاطع مثلا هي هنا مقطع جدا ضخم يو بي 1016 يعني الدبث اللي له اكثر من متر في 305 في 487 يعني وزن المتر الواحد تقريبا نص طن. ال بي بتساوي 3 متر و30 سنتي. يعني تخيلوا لو انا بدي اجي على هاي المقاطع الكبيره واجي بدي احط كل 3 متر بريسنج السقف بيطلع كلياته ماله عباره عن شبحات. فعشان هيك هاي الفلسفه اللي انا بحكي لكم اياها انه احنا بنصمم تقريبا على سبان لينث على امبريس لينث تقريبا بحدود 4 متر ونص 5 متر 5 متر ونص طبعا حسب مقطع اللي انا بدي استخدمه. هلا بس في عنده ملاحظه صغيره ممكن كان يعني بتقدروا تعرفوها من المعادله اللي موجوده هون. كل ما زادت قوه الحديد البي بتقل. البي بتقل يعني بمعنى ثاني انا عم بعطيكم الارقام بناء على الجريد 36. لو رحت على الجريد 50 الارقام لسه كمان حتصير اصغر. تمام هلا هلا الحديد بقوى بس كلاترال تورشنال باكلينج. هلا انت مشكلتك في التويستنج اللي بدها تصير. ما فهمتش عليك. هلا انت خويت المقطع صح حطيت حديد قوته اعلى صح تمام المفروض يقاوم التورشن اعلى. اوكي هلا هو في شقين للمعادله. الشق الاول من المعادله هلا اذا بتطلع لك عليها كدايركت كمعادله هي مقسومه على اف واي. بدك تيجي تحكي انه هذا الموضوع ماله مش منطق. لكن انت لما تزود قوه الماده اوكي انت بتزيد قوه الماده والدكتيليتي بدها تقل معناها بالنسبه لك شو بده يصير في الاتجاه العكسي بده يقل. ففي في شغلات بتكون في الاوت اوف بلين موجوده. هلا على العموم في لها اشتقاق اذا بتحب اشتقل لك اياها بشتقل لك اياها بعد المحاضره ماشي. بس يعني هم لهم علاقه في مساق الستابيليتي في الماستر بس اي حد بحب انه اشتقل له اياهم بعد المحاضره بشتقل له اياهم او ممكن ابعث لكم الريفرنس جاهز. راح يزيد اوكي. سؤال زميلكم ككروس سيكشن للبريسنج هل لما يزيد مقطع البيم بيلزمه ديامتر بالنسبه للبريسنج اكبر ولا اقل؟ هلا لما يتشكل اللاترال تورشنال باكلينج هو فعليا الازاحه الجانبيه هي عباره عن فورس. الازاحه الجانبيه هي عباره عن شو؟ عباره عن فورس. فانا بحاجه لمقطع يعطيني يعني خلينا زي سبرينج. هذا سبرينج بده يعطيني ستيفنس في الاتجاه العكسي عشان يعكس لي الباكلينج شيب عند النقطه اللي موجوده هناك. هلا الاكسيال ستيفنس للمقاطع عاليه صح فمش كثير بزيد المقطع. تخيلتها معي. هلا البريسنج بوينتس بيجي عليها اكسيال لود صح. الاكسيال ستيفنس تبعت الاعمده تبعت اي ممبر بشكل عام عاليه صح. فانت لما تحكي انا عندي صار ديفورميشن في الاتجاه العكسي انا بس بدي امنع فمش كثير المقطع بتغير. هلا اكيد المقطع بكبر بس مش معناها انه احنا ضاعفنا مقطع الاي سكشن اضاعف مقطع البريسن. لا لانه واحد بتشتغل للفلكشر والثاني بتشتغل في الاكسيال ستيفنس. يعني عشان اشبه لك اياه المكان بدنا نحاول قدر الامكان تيجي على السنتر لمناطق الكومبريشن. فاذا بتتذكروا في الصاله الرياضيه نقاط البريسنج كانت موجوده تحت الفلانج مباشره صح. في الصاله الرياضيه كانت نقاط البريسنج اللي هي الكروسز الكيبلز وين عم تيجي بدايه الويب تحت الفلانج مباشره اللي هي تقريبا مناطق السنترويد بالنسبه للكومبريشن. هلا انا اللي حاب بس احكي لكم اياه لو احنا جبنا مقطع 40 في 40 واستخدمناه ككولوم ومقطع 40 في 40 واستخدمناه كبيم كونكريت او ستيل مش مشكله اوكي. المقطع الاول از كولوم والمقطع الثاني از بيم مين بيحمل اكثر الكولوم ولا البيم؟ الكولوم. ليش؟ طيب لو تضاعف اللود مقطع الكولوم شو بصير فيه؟ ثبت الماتيريال مره ثانيه. انت عندك مقطع كولوم 40 في 40 40 في 40 بده يحمل تقريبا 2000 كيلو نيوتن. لو صار عندي 4000 كيلو نيوتن معناها بدل 40 في 40 شو حيصير يلزمني؟ تقريبا ضعف المساحه. لا مش 80 في 80 80 في 80 مش ضعف ال 40 في 40 صح؟
أربع أضعاف. أوكي. في المقابل بيم عليه مومنت كان 1000 كيلو نيوتن متر، كنا حاطين المقطع 40 في 40 مثلا. لو صار المومنت 2000 المقطع شو بصير فيه؟ لا قصدي حجم المقطع بتضاعف أكثر من أنه بتضاعف، لأنه أنت عندك العلاقة إلى علاقة في الدبث، فأنت بحاجة لمومنت أوف إنيرشا الضعف، فأنت برجع الموضوع كيف بدك تشكل هاي المومنت أوف إنيرشا جديدة. فهاي النقطة خلوها في بالكم أنه الأكسيال ستيفنس دائما أعلى من الفلكشرال ستيفنس بالنسبة للمقاطع. يعني أنا لو جبت مقطع لعمود عبارة عن 10 في 10 أوكي، ممكن أحط قيمة أكسيال لود جدا كبيرة. لو المقطع هذا 10 في 10 أبلش يجي عليه شوية مومنت صغيرة ببطل يقدر يتحمل. ليه العلاقة في ستيفنس للمقاطع؟ الامبريس لينك بدوت كل صح، مش بتزيد؟ لا بدوت كل، إيه بالضبط بتقل. هلا ليش بتقل؟ زي ما حكيت لك إلى علاقه في اتجاه الاوت اوف بلين، إلى علاقه نوعا في كماتيريال. إيه طبعا قيمه إيه للحديد ما هي اصلا ثابته، لكن العلاقه في الدكتيليتي في الاتجاه العكسي. فاي حد بده اشتق له اياها بعد المحاضره بشتق له اياها. تمام. هلا هي مساق الستابيليتي الموجود في الماستر، هذا الشيء كله موجود فيه. ومرة تانية ركزوا انه هاي المعادلة function من RY. مرة تانية ركزوا انه هاي المعادلة function من RY مش function من قيمة RX، لانه انا بحكي عن اي اتجاه. الاوت اوف المعادلات معطية بالكورس كامتحانات. هلا الامتحانات اللي انتم بتجيبوا النوتس تبعون اللي هي الكود بده يكون معكم، فكل هاي المعادلات موجودة في يعني. في جداول، في سبيسيفيكيشنز اللي هم في سيكشنز البروبرتيز تبعون السيكشنز، في سبيسيفيكيشنز وستاندردز موجودين، فدول موجودين فيهم. دكتور يعني في الامتحان بتقول مصمم ممكن ديزاين، لكن الديزاين لو بده يكون في الامتحان في الغالب على اساس ما كل واحد ما يطلع معاه قيمه مختلفه بصير اعمل ليميتيشنز. يعني شو يعني بصير اعمل ليميتيشنز؟ مثلا انا بحدد شو الدبث تبع الكروس سيكشن، مثلا انا بحدد المسافه بين البريسنج بوينت بحيث بخلي في النهايه وان انون. او احيانا ممكن يكون السؤال فلسفي. شو يعني شو يعني السؤال فلسفي؟ شو رايك في هذا الموضوع؟ شو بتتوقع مين احسن هيك ولا هيك وليش؟ هلا ما في شيء غلط، بس في شيء اصح من الشيء الثاني. نص العلامه بكفي، نص العلامه. اوكي. هلا مرة ثانية، إذا كانت عندي المسافة بين البريسنج بوينتس أكبر من البلاستيك لينكث أقل من السلندر لينكث، في هاي الحالة بنعمل انتربوليشن. بالنسبة لقيمة ال ار هي اوريدي محسوبة في الجداول، لكن لو اضطريتوا لمقطع من المقاطع تشتقوها أو تحسبوها فهي معرف حسب هاي المعادلة. طبعا وهاي المعادلة فعليا ار تي اس إلى قيمة و اتش نوت إلى قيمة على العموم. اوكي. هلا بنيجي لحاله ثانيه، انه في حاله كان البيم ما عم بيتعرض ليونيفورم مومنت، وهي تقريبا الحاله اللي موجوده في معظم البيمز، انه رسمه المومنت دايجرام مش كونستنت. هلا ما بحكي بيتعرض ليونيفورم لود، عم بحكي ليونيفورم مومنت. يعني مثلا رسمه المومنت دايجرام على السمبل سبورتد بيم كيف؟ عباره عن بارابولا صح؟ فقيمة المومنت مش يونيفورم، فما بحكي عن اللود. في هاي الحالة لما يبدأ يتشكل اللاترال تورشنال باكلينج، في مقاطع بتكون إلاستيك، في مقاطع ممكن تكون إن إلاستيك، أوكي؟ ففي مقاطع مرتاحة وفي مقاطع مش مرتاحة. لأنه أنا كلامي عم بحكي عن السكشن الكريتيكال اللي هو شو عليه؟ الماكسيموم مومنت، صح؟ لكن جنب هذا السكشن في سكشن ماله؟ اقل من الماكسيمم مومنت، فحيكون نوعا ما مرتاح. هلا اللاترال تورشنال باكلينج زي موضوع الباكلينج، هو عباره عن استابيليتي على البيم كامل، يعني مش بتشكل عند سكشن، وفعليا حيتشكل وين؟ على البيم كامل. فبالمنطق اكيد المناطق اللي مرتاحه حتساعد المناطق اللي مالها اللي مش مرتاحه. فعشان هيك بنيجي بنحكي انه قيمه فاي ام ان في هاي الحاله بنضربها في فاكتور هو عباره عن سي بي. مره ثانيه بنضربها في فاكتور هو عباره عن سي بي.
هلا سي بي له علاقه في رسمه المومنت دايجرام، سي بي له علاقه في رسمه المومنت دايجرام. اذا التغير في المومنت كبير على هذا المقطع، يعني انا شو هلا عشان تنتبهوا على شغله، كلمه مقطع تعني المسافه بين البريسنج بوينتس. مره ثانيه، كلمه مقطع تعني بالنسبه لي في الوقت الحالي هي عباره عن المسافه بين البريسنج بوينتس. فاذا المقطع تغير في المومنت اللي عليه كبير، تلقائيا سي بي كبيره، لانه التغير في المومنت كبير معناها في مناطق مرتاحه كثير وفي مناطق عليها ماكسيمم، صح؟ اذا التغير في المومنت قليل معناها معظم المناطق عليها نفس الوجع. شو يعني عليها نفس الوجع؟ يعني عم تتعرض لنفس المومنت. ففي اختصار فيش حدا بده يساعد حدا. فعشان هيك لما يكون يونيفورم مومنت قيمه سي بي شو بدها تساوي؟ واحد. اوكي، لا لا لا، هو نوعا ما ماجنيفيكيشن فاكتور، بس مش القصد فيها ماجنيفيكيشن فاكتور. القصد فيها ان احنا إن يعني ما بدي اتعامل مع سكشن. هلا هون استابيليتي، استابيليتي معناها على البيم كامل او على مقطع الامبرس لينكث كامل. فبالتالي انا ما بدي اشتغل على السكشن اللي عليه الماكسيمم مومنت وانسى انه على اليمين وعلى الشمال في نقاط عم بتساعده، تمام؟ فعشان هيك لما يكون المومنت is not uniform في هاي الحاله بنضرب في قيمه سي بي، وسي بي خلينا نحكي بتزيد قيمه المومنت. لكن اكيد لما يكون يونيفورم مومنت قيمه سي بي بدها تساوي. لكن هلا بالمنطق قيمه سي بي اذا انا زدتها ممنوع اتجاوز قوه الماده. شو يعني ممنوع اتجاوز قوه الماده؟ يعني مثلا انت كان عندك قوه المقطع بسبب اللاترال تورشنال باكلينج على فرض 200، واجيت طلعت معك قيمه سي بي ضربت في 2 فصارت قوه المقطع كم؟ 400. طب اذا البلاستيك كبست اللي عباره عن الزد اكس في اف واي تبعت المقطع بتساوي 300، بينفع تزيد قوه المقطع فوق البلاستيك كبست للمقطع؟ لانه اذا انت زدت قوته تجاوزت مرحله الاستابيليتي، لكن حيصير عندك ماتيريال فيلير، صح ولا خطا؟ فعشان هيك ممنوع قوه المقطع النهائيه تتجاوز كم البلاستيك كبست بالنسبه للمقطع اللي عباره عن زد اكس في اف واي. في حال عم نتعامل مع قيم فايم ان، في هاي الحاله 5 في زد اكس في اف واي. اوكي، هلا بالنسبه لقيمه سي بي، فقيمه سي بي بتساوي 12.5 ام ماكس اللي عباره عن الماكسيمم مومنت على السيجمنت. ومره ثانيه شو بقصد في كلمه سيجمنت؟ المسافه بين البريسنج بوينتس. اوكي، مقسومه على 2.5 ام ماكس بلس 3 ام اي بلس 4 ام بي بلس 3 ام سي. هاي العلاقه اعتقد انتم شفتوها في نيوميريكال اناليسيس، او ممكن تكونوا شفتوها في حسابات الكميات في المساحه. اوكي، فهي عباره عن علاقه نيوميريكال، اوكي، على اساس موضوع يعني كيف اشوف الفاريشن اللي موجود، تمام؟ هلا في ليميت بروفايدد باي ذا كود اللي لازم تكون القيمه اقل من كم؟ من 3. شو المقصود؟ طبعا ام ماكس هي الماكسيمم مومنت على السيجمنت اللي بين البريسنج بوينت. مش شرط، ما هو مش شرط انه انا حاطط المسافه بين البريسنج جاي على منطقه الماكسيمم مومنت. شو بقصد؟ هذا سمبلي سبورتد بيم على فرض طول هذا البيم 16 متر. فأنا أجيت حطيت البريسنج في الوسط، حطيتهم كل 4 متر. على الأطراف كل كم؟ 6 متر؟ أوكي، كل 6 متر. معناها أنا ملزم أصمم أكم قطعة؟ 3 قطع. هلا وين الماكسيموم مومنت؟ في النص. فمرة ثانية زي فلسفة الكولمز، الكريتيكال يعني واحد من اثنين، اما الماكسيمم لود او الماكسيمم ايش؟ امبرس لينك او المينيمم سكشن. اذا انا وحدت السكشن فمعناها بصير اتعامل مع الماكسيمم مومنت او الماكسيمم امبرس لينك. وين الماكسيمم امبرس لينك؟ على الاطراف. وين الماكسيمم مومنت؟ في الوسط. معناها لما اجي انا اتعامل في رسمه مومنت دايجرام زي هيك، هلا لما اجي اصمم طبعا قطعه اللي في الوسط الاربع متر، كلامك صح انه ام ماكسيمم على هاي القطعه اللي في النص كم بده يساوي؟ اوكي، لو اخذنا القطعه اللي على الطرف الماكسيمم مومنت هيو، صح؟ فبالتالي مش شرط. طيب هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، نحن نوعا ما في ديزاين للستيل ستراكشرز بنتجنب يطلع البيم سمبلي سبورتد، لانه سمبلي سبورتد معناها الديفليكشن اعلى باضعاف من الفيكسيشنز. فاللي بيحكمني لو صممته انا كسمبلي سبورتد الديفليكشن. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا في كل الأحوال على الأطراف حاطط مقطع، صح؟ يعني في مجال إنه أحط على الأطراف مقطع جدا صغير صغير صغير؟ بدي ألحق المقطع اللي في النص.
فاذا انا حطيت مقطع فبالتالي انا حكون احط مقطع على الاطراف مش عم بستخدمه، لانه المومنت اللي على الاطراف زيرو. يعني انا عم بحط المقطع عشان مين؟ عشان الشير. اوكي. وفي العاده في البيمز لما يكون البيمز طويله المقطع تشك الشير بيكون يعني اوكي في الغالب يعني مرتاح، مش انه يعني يعني مثلا عليه شير 500 بتحمل شير 2000 فبكون المقطع بالنسبه للشير مرتاح. فبالتالي اذا انا اجيت احط مقطع جدا كبير من البدايه للنهايه، بعد ما حطيت المقطع جدا كبير فرضت على اساس انه بين سبورت على الاطراف، بكون انا في العادي بسميها انه هذا عباره عن مال حرام. شو يعني مال حرام؟ يعني انت عم بتضيعه على شيء فاضي. يعني انت حاطط مقطع وهذا المقطع مش عم بتحط عليه احمال، لشو انت حاطه؟ بس بالصاله كان من اول التخمين بعدين لانه لانه معمول فيكسيشنز، لانه مفروض نقطه اتصال البيم مع الكولوم مالها فيكس سبورت. فانا هون اجت النقطه اللي انا بحكي لكم اياها، بنتجنب انه نعمل الاطراف مالها بين سبورت. اول حاجه للانديترمنسي البين سبورت اسوا كنقطه، لانه هي عباره عن هنج، هي النقطه الاولى. والنقطه الثانيه للديفليكشن كمان أسوأ، والنقطة الثالثة كمقاطع أوفر أول حيطلع معاي التكلفة كمان أعلى. هلأ أفضل حاجة كسيكشن، لكن ممكن أنه يضرب في الديفليكشن، أنه أنا أصمم على حاجة اسمها بلاستيك أناليسز وأعمل رسمة المومنت WL تربيع على 16 WL تربيع على 16، معناها نفس المقطع اللي بيلزمني في النيجاتيف مومنت وين بيلزمني؟ في البوستيف مومنت. تمام؟ فهيك أنا لو استخدمت نفس السيكشن من البداية للنهاية بكون منطقي. على العموم هلا شو المقصود؟ شو المقصود في ام اي وام بي وام سي؟ عم رايك كثير واحد مع نهايه المحاضرات بلش خربش. ماشي ماشي. شو المقصود في ام اي وام بي وام سي؟ ارجعوا للنيوميريكال اناليسيس. ام اي هي عباره عن قيمه المومنت على ربع السيجمنت، ام بي هي عباره عن قيمه المومنت على نص السيجمنت، وام سي هي عباره عن قيمه المومنت على ثلاث ارباع السيجمنت. هاي من العلاقات اللي انتم بتستخدموهم في علاقات النيوميريكال اناليسيس في عمليه الابروكسيميشن في ستيبس. اخذتوا نيوميريكال؟ دكتور من عدوان الثلاثي عن زمان خلص. معناها يعني معناها انتم اموركم في الستاتكس في الميكانكس والماتيريال ماشي. ايش؟ ممكن في حاله السيجمنت اللي احنا اخذناه في النص ان تكون ام بي هي نفسها عباره عن الام ماكسيمم. فممكن يعني عادي. هلا هدول اذا انت حظك كويس بيطلع واحد من هاي الاشكال الجاهزه. طبعا اذا حظك مش كويس بيطلع واحد مش من هاي الاشكال، لكن تقدر تعمل ابروكسيميشن. شو يعني بتقدر تعمل ابروكسيميشن؟ هاي الكيس اللي موجوده هون هي عباره عن سمبلي سبورتد بيم، ما في ولا بريسنج بوينت، بس البريسنج بوينت وين موجودين؟ فالقيمه بتساوي 1.32. هاي عباره عن سمبلي سبورتد بيم عم بتعرض لبوينت لود موجود في الوسط، وفي عندي بريسنج بوينت وين موجوده؟ في النص. عشان تتخيلوها بس معي، ليش الارقام هنا هاي 1.32 في المقابل هاي كم؟ 1.67. ففي الحاله الاولى انا عم باخذ تغير المومنت من البدايه للنهايه. في الحالة الثانية أنا عم باخذ تغير المومنت من البداية لعند وين؟ مين التغير في المومنت أعلى، من هون لهون ولا من هون لهون؟ في نص الطول أكيد تغير المومنت بهذه النقاط أعلى. تخيلتوها معي؟ أنا مقدار التغير بالنسبة للطول الأصلي. فالتغير في المومنت بين هاي النقاط كبير، بس التغير في المومنت بين هاي النقاط مش أنا تعريفي ربع ونص وثلاث أرباع. فعشان هيك امرها كثير بامكانك تقربها تقريب. يعني مثلا لو كان عندي مثلا لما يكون عندي 2 بوينت اللي هي عباره عن هاي الكيس، بتكون على الاطراف شو بدها تساوي؟ طبعا سوري، هاي القيمه بعدم وجود بريسنج بوينتس، بوجود بريسنج بوينتس حتصير على الاطراف 1.67%، في النص بدها تساوي 1. ليش في النص بدها تساوي 1؟ بتصير رسمه المومنت دايجرام بتصير انا عندي هيك، معناها في النص يونيفورم. هلا لو كان عندي 2 بوينت هاي مع ديستريبيوتد لود بنقدر نقربها. شو يعني بنقدر نقربها؟ طلع كيف. بسبب الديستريبيوتد لود القيمه 1.14، بسبب الديستريبيوتد لود مع وجود بريسنج بوينت في النص القيمه كم؟ 1.3.
هلا بسبب البوينت لود مع واحد مع بريسنج بوينت في النص كم 1.67%، معناها لو كان عندي بيم عم بتعرض لديستريبيوتد لود زائد بوينت لود وبريسنج بوينت في النص، القيمة بدها تطلع بين 1.3 وبين الكم. فلو انت اجيت حكيت والله القيمة تقريبا 1.4، ما حاجة احكي لك انه القيمة خطر، بس بيرجع الموضوع من نسبة التحكم اكثر، هل هو الديستريبيوتد لود ولا البوينت لود حسب القيم الموجودة الان. فعشان هيك انت ممكن تعملهم ابروكسيميشن يعني بشكل سريع، واذا احيانا بدك تكون كونزرفاتيف تستخدم واحد، لكن اذا بدك تكون كونزرفاتيف وتستخدم واحد ما تستخدم واحد وانت في اخر مناطق الالاستيك لاترال تورشنال باكلينج وانت بدك اي شيء ينقذك وينقذ الكبس اللي موجوده عندك. فهمت شو قصدي؟ لانه اذا قيمه ال بي الامبرس لينث اكبر بكثير من ال ار معناها قوه المقطع نزلت، صح؟ فانت بتكون تستنى في اي شيء يزيد لك قوه المقطع، صح؟ ففي هاي الحاله يعني استفيد من موضوع قيمه السي بي. خلينا نوقف في هاي المحاضره عند هاي النقطه، اوكي؟ ويعطيكم العافيه.